مشروع فني جاء بهدف توثيق 15 إيقاع موسيقي تراثي في أنحاء المملكة، قام به أحد الفنانين من مدينة الجبيل الصناعية لإدخال الإيقاعات التراثية على الأغنية السعودية. لا تقول إيش فيك أنا كلي لحني من تراثي، مشروع موسيقي أطلقه فنان من مدينة الجبيل بهدف تقديم لوحات تراثية فريدة للتعريف بالأشكال الإيقاعية المتنوعة في المملكة. الفنان المجداف تمكن خلال عام ونصف العام من جمع 15 إيقاعا متنوعا. وجدت إيقاعات كثيرة جدا ما يعني مهجورة، ما تم التعامل معها وإبرازها بشكل كافي، وعدم استخدامها في أغانينا الحديثة. مثلا لفت نظري إيقاع المجرور، إيقاع جميل حق أهل الطائف. طبعا هذا إيقاع المجرور يعني بالشكل هذا، احنا أخذنا الإيقاع هذا وركبنا عليه لحن عاطفي. السامري والفجري والمزمار والمروبع والنقازي وغيرها من الإيقاعات الموسيقية التي لم تسجل حضورا واضحا في الأغنية السعودية، هو ما دفع الفنان المجداف إلى توثيقها مقترحا أن تشدو بها الفرقة الوطنية. ممكن يستخدم هذه الألحان وهذه القصائد وهذه الإيقاعات وهذه الأعمال وهذه الموسيقى مع الفرقة الوطنية، بدل ما نقول حاجة قديمة مثلا نقول شيء جديد حديث على الأقل. الفنان المجداف الذي عشق الموسيقى مغنيا وملحنا وعازفا وباحثا، أكد بأن مشروعه الفني لحني من تراثي يعد بمثابة رحلة موسيقية بين مناطق المملكة. محمد الحمادي، الإخبارية، مدينة الجبيل الصناعية.